وحصلت هذه يعني دعني أسميها بعملية خاطفة إذا ولم يعني حصلت في أي منطقة ستكون؟ هل فعلا يعني تل رفعت هي أو منطقة تل رفعت هي المنطقة الأكثر أو المؤهل أكثر لأن تكون محطة قادمة؟ نعم، هو يعني هذا السؤال حقيقة هو سؤال جدا مهم، لأنه يضعنا على سياق أصلا تأتي في يعني فيه الكلام عن العمليات العسكرية. لماذا يجري اليوم حديث أصلا عن عملية عسكرية من الطرف التركي باتجاه أي منطقة، سواء إذا تحدثنا عن المثلث أو المربع، ما بيتسمى المربع الأصفر في الشمال اللي هو تل رفعت وعنادان وما بينهما، أو سواء في المنطقة الأخرى إذا تحدثنا عن منبج أو جنوب منبج أو شمال منبج أو استكمال الشريط الحدودي اللي هو أحد الخطط المطروحة في منطقة شرق الفرات. في كل الأحوال الطرح أو الحديث عن عملية العسكرية فيما يخص الجانب التركي هو جاء نتيجة أو هو نوع من التعبير عن التذمر التركي من الترتيبات الجديدة التي تجري اليوم سواء من الطرف الأمريكي أو من الطرف الروسي. بالنسبة للروس هم يشعرون أنه الوقت قد حان بحسب حساباتهم لاستكمال نوع من السيطرة على مناطق معينة في سوريا، وهم يعتبرون هذا الأمر هو تحصيل حاصل للاتفاقات التي بينهم وبين تركيا أو التي بينهم وبين الأمريكان أو أي ترتيبات أخرى سبق وأن تم البت بها بطريقة معينة، والروس يعتبرون أنفسهم أوصياء عليها أو طرفا فيها. من الجانب الأمريكي هناك أيضا حديث عن احتمالية تقليص وليس انسحاب، تقليص القوات أو للتواجد الأمريكي في المنطقة بشكل عام، منطقة الشرق الأوسط وبسوريا تحديدا، واستبدال التواجد الميداني الأمريكي بتواجد لوجستي بمعنى إدارة العمليات من خارج ليس من الميدان وإنما من معسكرات جانبية. والحديث هنا تحديدا عن معسكرين بالتحديد، القاعدة الأولى أو المعسكر الأول هو موفق السلطي في الأردن، والقاعدة الأخرى هي منطقة أو قاعدة أخرى في العراق، إضافة إلى التواجد الأصلي أصلا الموجود في منطقة الشرق الذي مفترض أن يتم تقليصه من 900 جندي رسميا إلى 200 فقط، وتقليل عدد الطلعات إلى حوالي 4 أو 5 طلعات فقط أسبوعيا. بعد الآن حاليا يوجد عندنا نوعين من الطلعات، طلعات من مطار التنف وطلعات من مطار في شرق الفرات، وكل منهما تحدد 6 إلى 7 طلعات. وبالتالي ضمن هذه الترتيبات من الواضح أنه لا يرد موضوع تركيا، يعني لا يوجد حديث عن مكانة تركيا في الترتيب الجديد بالنسبة للطرف الأمريكي، ولا يوجد مراعاة من الطرف الروسي للترتيبات التركية أو للاعتبارات التركية. تركيا تفترض أنه أي تحرك روسي الآن نحو استيلاء أو قدم أي منطقة من المناطق هو عمليا إعلان موجة هجرة جديدة باتجاه تركيا. والتجارب السابقة أثبتت أن الطرف الأوروبي ليس فقط غير مستعد للوقوف إلى جانب تركيا في هذا الملف. طيب هل هي نوع من يعني جدية تركيا في عدم قبول أي عملية عسكرية في الشمال؟ أنا أعتقد أنه الأتراك أن يعني موضوع العملية العسكرية وموقف التركي فعليا من العملية العسكرية سوف يتحدد بعد اللقاء الروسي الأمريكي الإسرائيلي. إذا تحدث الروسي الأمريكي الإسرائيلي الذي أعلن عنه أول البارحة، وهو أصلا مطلب إسرائيلي منذ حوالي شهرين، لكن بعد تعثر المفاوضات مع إيران الملف النووي الذي كان مفترض أن يكون واحدة من محطات أو واحدة من مناسبات التوافق الدولي لمجموعة كبيرة من الدول بضمنها الوجود الإيراني والإسرائيلي وغيره، الآن بدأ الأمريكان يذهبون يقبلون الجلوس على طاولات أخرى، وهذا بطبيعة الحال سيعكر على طاولة التفاوض الملف النووي الإيراني. بكل الأحوال الإسرائيليون منذ أكثر من شهرين يطالبون بهذا اللقاء بشكل منفصل، وليس يقولون أنه يمكن التوصل إلى اتفاق روسي أمريكي إسرائيلي يحفظ المصالح الإسرائيلية ويحقق جزء من المصالح الأمريكية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وبالمقابل هم مستعدين لتقديم نوع من التفويض لروسيا بالمصالح بمجموعة من المصالح الأمريكية والروسية والإسرائيلية في المنطقة. الآن هذا الاتفاق الذي ينوه له الإسرائيليون وتحدثون الآن به صراحة وكتبوا عنه وفسروا فيه وما إلى ذلك، حتى أنه رئيس المخابرات الأسبق عموس جلعاد رئيس المخابرات العسكرية الأسبق الإسرائيلي نشر دراسة مطولة هو أشرف عليها، شارك فيها أكثر من 30 خبير مختلفي الجنسيات حول هذا الاتفاق ومؤداه العسكري ومؤداه الأمني وتبعاته وما إلى ذلك. بكل الأحوال هذا الاتفاق يهمل كليا الحالة التركية، الدور التركي والحلفاء الأتراك على الأرض يهرب من المعارضة بالكامل ويتركهم بالكامل للتفاهمات الروسية، بمعنى أن الولايات المتحدة
تؤمن الجبهة الجنوبية بحسب هذا الاتفاق المطروح إسرائيليا وأمريكيا الآن. تصبح الجبهة الجنوبية جبهة غير أجنبية، لا يوجد فيها إلا قوات سورية تابعة للنظام، ويؤمن وضع قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية بنسبة معينة، من حيث أن الروس سوف يتعاهدون بشكل أو بآخر، يعني يبقى الحال على ما هو إلى حد كبير، وهي أصلا خطة اسمها خطة تجميد الوضع الراهن إلى حد كبير، لكنها لا تتطرق إلى وضع الشمال السوري ولا وضع القوات التركية، وكأنها ضمنيا تفوض الروس بإجراء ما يلزم باتجاه هذه الترتيبات. ومعروف أي تفويض للروس فيما يخص هذه المنطقة، إذا حصلت روسيا على ضوء أخضر من الولايات المتحدة في هذا الجانب، سوف تنفذ عمليا مخططات التي تميل لصالح النظام بشكل كبير، وبالتالي هذا ما يدفع تركيا إلى التذمر. إذن الأتراك اليوم، سياق هذا الذي كنا نريد نتكلم عليه، هم أمام حالة من التجاوز الكامل للدور التركي في المنطقة، وفي المقابل هم أيضا أمام تحديات تتعلق بقضايا تتعلق بالأمن، تتعلق بأمنهم القومي، تتعلق بالهجرة، باللجوء إلى آخره، ولا يوجد أي طرف في العالم أبدى أي نوع من الرغبة أو استعداد للمساعدة فيها بشكل أو بآخر. لذلك في هذا السياق الأتراك يفترضون أنه تلويحهم بعملية عسكرية أو مضيهم بالطرح العملية العسكرية أمرا مشروعا، ولا بل هم إذا تصاعدت الأمور فعلا، أنا أظن أنه كما كنا نقول قبل قليل الآن لا يوجد مؤشرات، لكن إذا تصاعدت الأمور فعلا بمعنى أن هذه الأطراف قررت فعلا تجاوز تركيا والدور التركي، فإن تركيا ممكن أن تقدم على عملية عسكرية بمعنى أنها تأخذ مناطق إضافية أو تتوسع في المناطق الموجودة فيها على حساب المناطق التي قد تقدم روسيا على قضمها من أطراف أخرى، وبالتالي سوف تجري عملية انزياح لعدد كبير من السكان مثلا من إدلب أو من غيرها. إذا روسيا هددت هذه المناطق سوف تزيحها إلى مناطق جديدة. لا ننسى طبعا هنا أنه لما عم نتحدث على المربع رفعة عنادان، هذا ما يسمى المربع الأصفر، هي قوات أو ميليشيات توصف بأنها ميليشيات كردية أو ميليشيات، لكنها في الحقيقة هي تحت الرعاية الروسية وليست تحت الرعاية الأمريكية، وهذا ما يفرق هذا عن شرق الفرات، عنها عن شرق الفرات، وبالتالي المواجهة معها هي ضمنيا مواجهة مع روسيا وليست مواجهة مع التحالف أو مع الولايات المتحدة. كانت المواجهة في الطرف الآخر مقبولة إلى حد ما، باعتبار أن تركيا والولايات المتحدة أصلا يجمعهم حلف الناتو، هم ضمن حلف واحد، والتقدم التركي في تلك المنطقة جاء ضمن ترتيبات مشتركة مع ترامب وثم مع نائبه الذي زار تركيا خلال فترة الأيام العملية. لكن الآن المواجهة في هذا الطرف سوف تعني مواجهة مع روسيا، ستتضمن مواجهة ميدانية مع النظام، والآن هناك يعني تلويح ربما أن يكون على غرار التلويح التركي، لكن هناك أخبار وتلويح متعمد إيراني بأن هناك الإيرانيين حركوا قطعات معينة، ترفع العلم الإيراني دخلت ترفعت قبل يومين، وهذه رسالة واضحة لأنه المواجهة ستكون مع النظام مع روسيا ومع